السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم كعك كان طلبوا مني وليدي، وكنت ديجا درته في المنتدى الجلفه، وشحال من وحده جرباتو وجاها شحال شباب. تفضلوا معايا نشوفوا طريقه التحضير. عندي هنا فرغت هنا كاس ماء دافي، نزيد عليه كاس حليب دافي، زيد كاس سكر، كاس اللي عبرنا به الماء والحليب نعبروا به السكر، ونزيدوا كاس زيت، مغيفة صغيرة تاع حبة حلاوة، قرصة ملح، مع مبشور تاع تشينا كيما تعرفوا رانا موسم تاع البرتقال، تقدروا ديروا لافاني ولا القاص. أنا استعملت مبشور تاع تشينا. نزيدو حبة بيض ونحطو كامل الخليط تاعنا، نزيدو بنا السكر مليح، نزيدو زوج مغارف خميرة تاع الخبز، هنا نحطو شوية بعد ما زدنا قليلات الخبز وتتساوي مع السواء. دوكا واش نديرو، نفرغو في الفارينة هنا كاس الأول، كاس الثاني، نزيدو كاس الثالث، ونخلطو الخليط تاعنا حتى نتحصل على عجينة ما تكون يابسة ما تكون جاية. نزيدو كاس الرابع، وهنا نضيف خميرة الحلوة غادي نشمي وقعد نخلط. نزيد في الفارينة غير بشوية حتى نتحصلوا على عجينة طرية وتلصق في اليدين، ما تكونش يابسة بزاف باش يجينا الكعك تاعنا خفيف من داخل. شوف العجينة تاعي اللي تحصلت عليها تلصق هكا في اليدين، تكون شادة الروحة وبصح تلصق. طاحت لي 7 كيسان تاع فارينة، ما تكونش يابسة بزاف ما تكون جارية بزاف. دوكا كيما راكم تشوفوا هنايا راح نفرغها في بلون دو ترافاي باش نعجنها شوية، وبعد نعاود نرجعها في الباسينة نغطيها بالطاشون ونخليها تخمر. هنا العجينة تاعي خمرت، نفرغ العجينة تاعي في بلون دو ترافاي. دوكا هنايا نقسمها على زوج، أول شكلتو حربوش باش نقطعو أجزاء متساوية ونشكل منهم كريات صغار. وانتم ولا عندكم ميزان تقدروا توزنوا، انا عيني ميزاني تكون كرات صغار كما راكم تلاحظوا، ونخليهم في جهه. دوك هنا بعد ما كورتهم الكره الاولانيه اللي نسبق فيها باش نديرها حربوش، نحكمها هكايا ونعاون نروح بشويه تاع الزيت كما راكم تعرفوا العجينه جات خفيفه بزاف. هنا نحلها هكا اوفال، نكورها هكا شويه ونزيد نكورها. دائما الحله هذه تجي من تحت. فوالا دوكا نشكل حربوش طويل حق 40 سنتيم في الطول. هذه الطريقه الاولى اللي كنديرها ماني الله يرحمها، تحكم الموس تقطع هكا. البعد 1 سنتيمتر، البعد تاعهم 1 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. نشكل الكعك تاعي وبصبعي نعبصها كامل مليح ونرفد الحبه تاعي ونحطها في سنيوه. والطريقه الثانيه بون، نحل عجينه تاعي هكا اوفال، نكورها كما راكم تشوفوا. بعد هذه التحتانيه نلصقوها مليح بصبعتينا هكا، وجي هذه دائما تكون لتحت هكا.
نحلو الحربوش تاعنا الطول 40 سنتيم. نشكلو الكعك تاعنا ونحكمو نقص ونبدا نقطع بعد 1 سنتيمتر هاكا. هذه طريقة سهلة خير من الأولى، أنا تعجبني بزاف هاد الطريقة، وكل واحد كيفاش يحب، يا قطعها بالموس يا بالمقص. أنا نكمل هكايا ونحطهم في السنيوة يزيدو يخمرو. نحكم صفر بيض مع شوية تاع قهوة وندهنو بها الكعك تاعنا، سيي ومتعبزوش مليح باش الكعك تاعكم ما يحبطلكمش. ونحكم حبة حلاوة ولا زجلان ولا سانوز ونصوها كامل فوق وندخلوها الطيف الكوشة. هاوين الكعك تاعنا بعد ما طاب خلينا تحمر مليح، نطيبو مليح من التحت باش نحمروه من الفوق. دوكا ننفذو ونحطو فوق الشبكة باش نخليه يبرد، من المحتسن تحطو في الشبكة كيما هكا باش يبردلكم مليح. وفي الاخير ندهنو بلاجولي، هاد لاجولي تاع الصفرجل. هاو الكعك تاعنا واجد، هذا لي دو بلاجولي جاي الماء كيما راكم تشوفوا، وهذا ما درتلوش. هاد المقادير خرجت لي 16 من حبه ما شاء الله.